سحر وسحرة. ايه سحر وسحرة دي؟ انت قولي لي. ايه قول انت قولي لي. والله مش عارفه تقصد ايه. في ناس بيقولوا كتير انه صورتي 13 حلقه بالسر مع السحره. ايوه مظبوط. وانقلب السحر على الساحر هيك بيقولوا. لا بص انا هقول لك احنا انا صورت 13 حلقه لما كنت بعمل قبل ان تحاسبوا، خدعت المشعوذين والسحرة، كنت ببعت لهم الإعداد يقولوا لهم عندنا حالة وبس تيجوا تشوفوها في البيت وحندفع لكم، يعني كأنه دكتور جاي البيت يعني الفلوس أكتر يعني المعين. فكانوا بيجوا وكنت مخبية الكاميرات والمايكات مستخبية، وكنت بقعد بتكلم معهم على أساس إن هم يعني أنا حالة، وكنت عايزة أوري لأصحاب النفوس الضعيفة اللي بيلجأوا للحاجات دي إنه قد إيه هم دجالين، وهم وفيهم بيبقوا بجد، ولكن معظمهم كدابين، فكانوا بيفاجئوا إن هم نازلين على الشاشة وكانوا بيتصوروا.